السلام عليكم، إيش حالكم؟ شو أخباركم؟ إن شاء الله أنتم بخير. I'm receiving a lot of requests from YouTube followers and Instagram followers that you would like to have more videos that has subtitles, like an actual or real movies, series, films, advertisements, but with the subtitles. So this is a Fannan series where I'll be providing you a lot of content with the subtitles. But I'll be different than others, and I will offer you something more special than just subtitles or English subtitles. So you will see on those videos that you will have a subtitles in English, in Arabic, and in Arabizi. So I want you to offer the best thing for you, where you can learn in your own pace. And those videos are dedicated for all our students who supported us through all our journey to promote Aramsa Institute. And this is the simple gift that I can give you. Those videos could be songs, could be films, could be advertisements, could be Emirati series, or even Sheikh's talks in the government summit or other organizations. So you will be able to have access to those videos for free for you. The only way that I know that you like the video is to see the number of subscribers in the channel. So the more subscribers and the more good comments that I receive, the more that I will have it to you. I hope you enjoy it and share the comment with me at this video below. Shukran and enjoy the video. Bye. وبعدت وبتخش عني يا سكر. أنا خاطري أفهم أنت أصلاً كيف تفكر. في واحد يهد وظيفته الحكومية ويروح يشتغل مدرب خيول بعقد، صراحة ما حد يسويها إلا المينون. مو علي، أنا مينون وخذيني قد علي. صقر، ما في وظيفة اسمها مدرب خيول، لا يقصون عليك. ما حد يقص علي يا عائشة، أنا ريال وشوري في راسي. وبعدين أنا ما أشوف عمري صراحة في جلسة مكاتب، أنا ما أحب جلسات المكاتب. انت تبغى تسوي اللي في بالك وبس، ما تفكر باكر اذا راعي الخيول قال لك شكرا ومع السلامه من وين بتصرف علينا وعلى نفسك؟ هذا مجرد افتراضات ممكن تستوي في اي وظيفه. وبعدين يا عائشه، انا باكر تساعديني وتوقفين وياي، ما بتكسري مياديفي، اباك تفهميني. يعني انا ما افهمك؟ لا مو فاهمتني. خلاص عيل، سوي اللي تبغاه وروح حق الخيل، يمكن تفهمك اكثر مني. عائشه، ما شاء الله محلاهم، بس عاد لازم تحافظين عليهم. الدكتور قالي اكل بيض واشرب حليب واكل ايس كريم، بس ما اكل حلاوه. شاطره، ان شاء الله عاد تسمعين كلام الدكتور. امي قالت لي لو ما سمعت كلام الدكتور بصير دقمه. ويا ليت بعد، لو نودي ابوك الدكتور يمكن ينصحه. هي ابوي سيلا ترى انه هو وايد حلو. وبعد بنسأله إذا الخيل تفهم الريال أكثر من حرمته. أحم. يا مرحبا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. سامحني يا إنك في هذا الوقت. مسموح يا اخوي،
تفضل أمرني. ما أظنك تعرفني. لا والله، منو الرجال؟ أنا مسعود، مسعود اللي كنت أدرب خيل جابر وفيصل. سمعت إن عينك مدرب بدالي. لا يا أخوي، هذه مجرد إشاعات. جابر الله يهداه فصلني من غير ما يعطيني أي مهلة عشان أدبر فيها وظيفة، وأنا ريال عندي عائلة وعلي التزامات. طيب أخوي آمرني، كيف ممكن أساعدك؟ أنا قضيت عمري كله مع الخيل، ولا كنت اشتغلت أي شغلة غيرها، وما ظن حد بيرضى يوظفني عنده وأنا في هذا العمر. بس يا أخوي أنا قلت لك هذه كلها مجرد إشاعات، وأنا ما توظفت للحين. إن شاء الله تتوظف، بس إذا توظفت والله وفقك. الله يخليك، ساعدني، كلم جابر خلي يشغلني أي شغل عنده في الصطب، وأنا أقدر أساعدك لأني أعرف الخيل وحدة وحدة. إن شاء الله إن شاء الله، فارق طيب. مشكور، وجزاك الله خير. فمان الله. حياك الله يا أخوي.